السلام عليكم أعزائي المشاهدين. أجواء مائلة للبرودة والرياح جنوبية شرقية خفيفة إلى معتدل السرعة تنشط على فترات تتراوح سرعتها ما بين 15 إلى 45 كيلومتر في الساعة. وأيضا شهدت البلاد بعض الرشات الخفيفة على بعض المناطق خلال الساعات القليلة الماضية. وأيضا نتوقع فرصة للأمطار متفرقة قد تكون رعدية أحيانا خلال الساعات القادمة. نتعرف على تفاصيل أكثر. التصل الحالي في مدينة الكويت أجواء غائمة جزئيا ورياح جنوبية شرقية سرعتها 8 كيلومتر في الساعة. درجة الحرارة الحالية 18 درجة مئوية. الرطوبة النسبية مرتفعة نوعا ما 70%. بالنسبة للرؤية الأفقية جيدة تزيد عن 10 كيلو. صورة الأغمار الصناعية توضح تكاثر بعض السحب المتفرقة، والسبب يعود تعمق منخفض جوي مؤثر علينا، وأيضا تعمق منخفض جوي في طبقات الجو العليا مع أدى إلى نشاط في الرياح الجنوبية الشرقية وصلت سرعتها إلى 40 كيلومتر في الساعة. الليلة طقس مائل للبرودة والرياح جنوبية شرقية خفيفة إلى معتدل السرعة تنشط على فترات تتراوح سرعتها ما بين 10 إلى 45 كيلومتر في الساعة. ودرجات الحرارة المتوقعة في منتصف هذه الليلة قد تصل إلى 16 درجة مئوية خاصة على المناطق الساحلية. بالنسبة للمناطق الغربية من البلاد السالم الشقاية قد تصل إلى 18 درجة مئوية. في مساء الغد أجواء دافئة والرياح جنوبية شرقية خفيفة إلى معتدل السرعة تتراوح سرعتها ما بين 10 إلى 45 كيلومتر في الساعة، وتظهر بعض السحب المتفرقة. ومتوقع درجات الحرارة العظمى في مساء الغد مدينة الكويت 22 درجة مئوية، جزرنا الشمالية وأربع بوبيان وفيلتشا متفاوتة ما بين 19 إلى 22 درجة مئوية. بالنسبة للمناطق الغربية من البلاد السالم والشقاية قد تصل إلى 26 درجة مئوية. الأجواء البحرية بشكل عام خلال 24 ساعة القادمة إن شاء الله غير مناسبة لأي نشاط بحري، وحالة البحر معتدل إلى عالي الموج وارتفاع الموج من 3 إلى 7 أقدام. المواقيت بإذن الله على حسب التوقيت المحلي: مدينة الكويت موعد أذان الفجر في الساعة 5:06، موعد شروق الشمس في الساعة 6:26، بالنسبة لغروب الشمس في الساعة 5:39. التصل المتوقع في مدينة الكويت خلال 5 أيام القادمة إن شاء الله ابتداء من يوم الغد حتى يوم الأربعاء فرصة لأمطار متفرقة قد تكون رعدية أحياناً على بعض المناطق. وأيضاً نشاط في الرياح الجنوبية الشرقية رياح الكوس قد تصل سرعتها إلى 45 كيلومتر في الساعة. درجات الحرارة العظمى المتوقعة في نهار الغد قد تصل إلى 25 درجة مئوية مدينة الكويت، بالنسبة للصغرى 11 درجة مئوية. يوم الثلاثاء درجات الحرارة العظمى المتوقعة في مدينة الكويت 22 درجة مئوية، بالنسبة للصغرى 12 درجة مئوية. أجواء دافئة خلال فترة النهار وأيضا مائلة للبرودة ليلا. ابتداء من يوم الخميس والجمعة تحول الرياح إلى شمالية غربية مع تقدم المرتفع الجوي قد تصل سرعتها إلى 45 كيلومتر في الساعة، تنشط على فترات وفرصة للغبار على بعض المناطق المكشوفة. ودرجات الحرارة المتوقعة العظمى متفاوتة ما بين 23 إلى 24 درجة مئوية، بالنسبة للصغرى ما بين 13 إلى 14 درجة مئوية. أعزائي المشاهدين، إلى هنا تنتهي نشرتنا الجوية. شكرا على حسن المتابعة، والآن مع درجات الحرارة حول عواصم العالم.